هذه بنت عمك بنت عمك بنت عمك. أكبر تاجر كلاب في الرياض. نورتنا والله. حتقولها؟ إيش فيك؟ ليه جايبتني كذا؟ لا تقولي إنه متضاربة أنا مع خشيت. لا ما تضاربنا بس أذن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش جابك هنا؟ قلت ادب اللي قاعد تسويه. صراحة طول عمرك وطني. يا حبيبة ابوها يا حبيبة ابوها. بيضت وجهي عند طول عمرك وطني، انا سويت لي كذا. يلا معليش. بصراحة بيضت وجهي عند نقفة تونس. الله لا يحرمنا منك يلا. وش بينك وبين بنت ابو فايز؟ قبل اقول لك اللي بيني وبينها عندي جمله. قول والله والله قولها. شش لا تنفسين. ايش شش لا تنفسين ابغى اسمع. لحظه سوري 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 سوري. لا تبغى تجلس اجيب لك ايش تحب اجيب لك اثنين كابتشينو؟ صح في عقلك؟ لازم والله. تدري ان هذا البزر كان حاط عينه على مربية بنت اخوه؟ بنت اخوه؟ بنت اخته؟ مين بنت اخوه؟ ده حدي جديد. يلا يلا. مو بنت بعد ولد. اوكي سوري. اعتقد الى هنا كفايه يا ابو بدر. عشان لا يتحول الموضوع من مدري ايش الانتقام. اشكرك انك غلطت يا الهام، لانه بحس انا بغلط لوحدي فعلى الاقل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يكفينا شرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يكفينا شرك. شو يلا يلا هاتوا. تسمح لي طول عمرك؟ طيب طبعا، خذ راحتك. الو؟ دي ليك والله يا استاذ. شلون طلعك؟ ايه من بدري يقولك كذا؟ صوتي راح. وانا والله مشغول عليهم. هذا اكثر جملة اقدر اقولها. وشغليني انا بعد. ايوه. ايوه ايوه هي هذه. بس تطمني. كل الامور راح تكون. ما ادري والله يمكن مخك ضرب من تالي يعني. وممكن تعتقديني عاشق والهان. لا. ضرب. بس حلوة صح؟ ايه. عجبتني. لا 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 ما ادرش يا استاذ. انا ما ادرش اكون طبيعي. لحظه اجين معلش سوري ما اقدر انا دخلت. معلش سوري. انت متصور؟ انتوا ايش الاسم الحقيقي؟ بدر. بدر ايش؟ بدر محسن. بدر اللي ايش؟ شرفنا والله. كل شيء ونحن يا جماعه جايين يلا. قالوا نعم؟ استغفر.